الحمد لله ونشكره، اللهم لك الحمد والفضل الكبير كيرجع الله، الشكر الكبير لله سبحانه وتعالى، الشكر الكبير لله سبحانه وتعالى لهذه الناس هذو كاملين، طاقم كامل من الدكتور التاجي حتى الاطباء الممرضين كل شيء، هذاك الوقفه اللي وقفوا معنا لو سيرفيس هي نادير. الفرحه كانت عامه وكانت داخليه من القلب وكانت واضحه، ولكن الفرحه الكبيره هو لما كنا كنشوفوا دوك العائلات اللي عبروا على كلام اللي انتم ما سمعتوهش وكان من الداخل اللي كيدخل للقلب مباشره. دوك الدعوات اللي قالوهم قبل ما يخرجوا بعد ثواني كانت دعوات خياليه، وحنا كنفتخروا بهذوك الدعوات لان قمنا بالمهام ديالنا اللي كتعطي النتيجه ديالها. نقول لكم كنتوا حافظتوا 98% او 99% على الحظر الصحي وبقيتوا في ديوركم، حتى الحالات اللي كنشوفوهم ديال البؤاد ديال العائلات كنا نتفاداهم. الان الناس زادت في النسبه ديال الاحترام، وكنتمناو اننا كنا تنخوفوا ان هذاك الصعود يكون صاروخي بحال اللي كيقولوا هذاك الجبل نقصنا فيه رجع غير جبيل صغيور. دونك ديك لا سوميتي تهبطات اي ماتنون اون كونترول بوكو ميو. الحمد لله دابا راه عندنا واحد الكميه هائله ديال الاسرى، لا قدر الله جات شي مصيبه راه عندنا باش نواجهوها. دونك الحمد لله كما كتشوفوا اليوم الفرحه ديالنا كانت عارمه، اوني تري كونتون لو ستاف كامل لي ميدسان لي انفيرمي لو بيرسونيل باراميديكال طول موند اي كونتون الحمد لله. اوني 4 كا كي سون ديكلاري غيري اي سون نيجاتيف الحمد لله. اوني بور لي تو زوتر مالاد كونا الحمد لله اي سون ستابل. كانت عندنا واحد لا مامي الي ان بو فاتيغي مي الحمد لله السبورت بيان الحمد لله. Donc, pour l'évolution des maladies, on est toujours là pour eux. Quand ils ont 3 fois par jour, on fait un roulement. Et dit, il y a un médecin généraliste et un réanimateur. Et aide les infirmiers. D'ailleurs, ils sont là. Il y a 22 malades. D'abord, alhamdoulilah, ils sont déclarés guéris. Alors, il reste 18 malades. كل يوم تحت المراقبه بيان سور كيف ما قال الدكتوره معنا كاينه حاله وحده اللي في العنايه المركزه لو غيست مزيانين فهمتينا اون جينيرال سون بيان تنتسناو غير يكملوا البروتوكول باش نقدروا نديروا لهم لي تيست ان شاء الله.